السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم عدي حاسوب للصف الأول متوسط. اليوم حناخذ صفحة 20 حل ومراجعة الفصل الأول. يقول اختر الإجابة الصحيحة. أولا، يتم الإشراف على جميع العمليات في الحاسوب عن طريق أي وحدة التحكم، ب وحدة الحساب والمنطق، الفأرة، سي ودي الماسح الضوئي. الحل هو وحدة الحساب والمنطق البي. ثانيا، أي من المفردات التالية يؤثر في سرعة الحاسوب؟ أي الشاشة، ب ذاكرة الوصول العشوائي، C مجهز الطاقة، D القرص الصلب. عدي B ذاكرة الوصول العشوائي. ثالثا، ذاكرة الوصول العشوائي تستخدم ك أو أي وحدة تخزين ثانوية، وحدة تخزين رئيسية، وحدة الحساب والمنطق، وحدة التحكم، B وحدة التخزين الرئيسية. رابعا، أي من المفردات التالية لا يفقد بياناته عند انقطاع التيار الكهربائي؟ أي ذاكرة القراءة فقط، ب ذاكرة الوصول العشوائي، C وحدة التحكم، D وحدة المعالجة المركزية. أيضا ب ذاكرة الوصول العشوائي. عقد الحاسوب هو A وحدة المعالجة، B وحدة الذاكرة الرئيسية، C القرص الصلب، D وحدة التخزين الثانوي. A وحدة المعالجة. ثالثا، يمكن إدخال البيانات النصية إلى الحاسوب من خلال A الطابعة، B لوحة المفاتيح، C الفأرة، D مكبر الصوت. البي لوحة المفاتيح. هنا عندي أسئلة ذات إجابات قصيرة. أولا، ما المقصود بنظام التشغيل؟ اذكر أمثلة على نظام التشغيل. ياته هذا، هاي يعني نظام التشغيل، هذا تعريفه والأمثلة عليه. هذا الحل. زين، السؤال الثاني يقول ما المقصود بالبرامج التطبيقية؟ البرامج التطبيقية هم هذا، شوفوا هاي ماما، هذا سؤال الأول وهذا سؤال الثاني بالأسئلة. زين، ثالثا، لماذا سميت اللوحة بهذا الاسم؟ لنقول لأنها تمثل العمود الفقري. نقول لأنها تمثل العمود الفقري المن للحاسوب. زين، رابعا، الصور التي أدنى لعدد من مكونات الحاسوب، اكتب المصطلح. شوف هسه هذا، أولا هذا القرص الصلب، هذا شنو؟ نكتب عليه القرص الصلب. هذا عدي الذاكرة المتنقلة، الذاكرة المتنقلة يعني الفلاش. هاي عندي لوحة الأم، لوحة الأم. هذا عدي الماسح الضوئي، الماسح الضوئي. وهذا عدي لوحة المفاتيح، خلينا نكتبها هنا لوحة المفاتيح. وهاي عدي الطابعة. هاي عيني مراجعة الفصل الأول، هاي عيني خلنا نشوفها مراجعة الفصل الأول، وبالتوفيق إن شاء الله.